أولا بالنسبة للأستاذة هند، تعلمين جيدا أنه هناك من يصنفني من جماعة مساندة النظام أو القريبين من النظام الحالي، لكن أريد أن أوضح شيئا، أنه من أول القرارات التي أخذت بعد انتخابات 2019 هو استقالتي من المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية. يعني أول ما تم تعيين البيروقراطية الجديدة في معهد المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية، هو معناه طلب مني أن أستقيل باعتبار أنني لا أتماشى مع الفكر الجديد في تونس ومع تصور النظام الجديد. وبالتالي لنكون واضحين، بناء مراكز دراسات يجب أن تكون أولاً مسنودة على المستوى الأمني، لأنه اليوم الحديث وبناء فكر جديد استراتيجي يمثل خطرا على الأعداء، ولا يريدون أن يكون هناك أي نوع من أنواع التفكير الجديد أو بناء منظومات فكرية مقاومة في وطننا، وبالتالي سيتم محاربة هؤلاء. وحتى على ذلك أستاذتي، أسألك وأنت ابن تونس البر، هل قرأت منذ 2019 أي دراسة خرجت عن المركز التونسي للدراسات الاستراتيجية، الذي بالمناسبة هو معناها مؤسسة تابعة للدولة التونسية ويتم تمويلها من طرف دفع الضرائب التونسي، وميزانيتها تتجاوز المليون دينار، يعني إلى حد الآن لم تنتج ولو ورقة واحدة نستفيد منها. بالتالي هل يمكن أن نبني فكرا في إطار مؤسساتي؟ نعم، نحن نشتغل على ذلك، وهناك مشروع أكاديمية تونسية للدراسات الاستراتيجية، توافقنا مجموعة من الباحثين والجامعيين وكوادر التي اشتغلت على المسألة الجيوسياسية والاستراتيجيات والاستشراف لبناء هذه المؤسسة، وإن شاء الله سنتمكن من الانطلاق في العمل في قادم الأيام، وستكون مؤسسة تعنى أساسا بديمقراطية الفكر الاستراتيجي، يعني ليست مجعولة تكون ثينك تانك تابع لهذه المجموعة أو تلك، بل لتحاول أن يكون هناك قدرة للتونسي والعربي أن يلجأ إلى لهذه العلوم ولهذه المعارف، وسنقوم كما قلت بديمقراطية، أو معناها فني، بإيصال هذه المعارف وهذه الأفكار إلى أوسع ما يمكن من الجمهور التونسي الذي يتطلع إلى فهم تعقيدات المشهد الجيوسياسي العالمي. أما بالنسبة للمسألة الأكاديمية، أقول لك شيئا، أننا في المدة الأخيرة قمنا بحملة تونس حملة داخل الجامعة التونسية لمنع أي نوع من أنواع التطبيع مع الكيان الصهيوني، لا ثقافيا ولا أكاديميا ولا جامعيا ولا أي شيء، وقام بإمضاء العريضة 550 من خير الجامعيين التونسيين، وهذا يمثل رقما مرتفعا جدا، لأن أولا كسرنا حاجزا في الجامعة التونسية اسمه المساندة المهنية، حيث معناها هناك من يساند زميله فقط لأسباب تهم علاقات بينهم. ولكن أذكرك بشيء، أكاديمية سنة الثمانينات والتسعينات لا علاقة لهم بأكاديمية عام 2024، وهنا أعيدك إلى ما قاله فقيد الجامعة التونسية البروفيسور هشام جعيط عندما تحدث عن الجامعيين، وقال إنهم فقط موظفون دورهم فقط أعطاء الدروس، وبالتالي لم يعد الأكاديمي ذلك الدور الذي تنتظر منه. ولكن بالرغم من ذلك هناك 550 في هذا الوضع الذي تعلمينه جيدا، من إغراءات ومن محاولات الاستقطاب إلى آخره، 550 من أفضل معنا من الجامعة التونسية. قمنا بمشروع جديد وهو تدريس الطلبة في غزة عن بعد انطلاقا من تونس، وقمنا بتجنيد حوالي 200 أستاذ جامعي تونسي معناها يستعملون الطرق الجديدة في التعليم، ونحن بصدد اليوم في تحضير الدروس حتى نتمكن بإعطاء دروس السنة الفارطة ولما لا حتى في السنة القادمة. هذا ما قصدك يمكن أن أقدمه للطلاب في غزة ولا لمين؟ للطلاب في غزة. الطلاب تمام، في بس غزة لحتى يعني يكون في وضوح بالفكرة. نعم.
ومعناها الدكتوره معناها ايلان العكروتي هي التي قامت بهذا المشروع، وهو مشروع اليوم متقدم الى حدود معناها كبيره، وهناك اتفاق مع جامعه تونس الافتراضيه لتقوم هي بانجاز الامور معناها اللوجستيه. هذا عموما ما يمكن ان نقدمه، والاكاديميون هذا ما يمكن ان يقدمه في هذه الفتره. عندما اقول 550 اكاديمي معك ضد التطبيع بدك تبعد ايدك عن المايك دكتور، بعد ايدك عن المايك، عم تمسك المايك عم بخش. عندما اقول ان هناك 550 معنا استاذ ايه جامعي. قصدي خليه قريب من هذا، بس بعد اصابعك عن المايك. عندما اقول ان 550 استاذ جامعي انخرطوا في العمليه ضد التطبيع، فهذا يعني انه بدانا في حقيقه في صحيح انجاز العديد من الانتصارات. لا تنسوا شيئا، الأموال التي تصرف على مشاريع البحث المشتركة مع الأوروبيين الذين لا يريدون أن يسمعوا شيئا اسمه المقاطعة. وتونس كما نعلم هي دولة منخرطة جدا مع الجامعات الأوروبية إلى آخره. بالنسبة للأستاذ عادل، المبادرة في التصعيد ونتنياهو، أقول لكم شيئا، أن أمريكا ليس لها حليف، أمريكا لها عملاء، ولكن الامبرياليه الامبراطوريه الامريكيه تتعامل بنفس الطريقه مع العملاء. مثلا انه في اوكرانيا دفعت اوكرانيا الى حرب اصبحت اليوم على قاب قوسين او ادنى ان تفكك هذا الكيان نهائيا. ولكن تعاملها مع اوكرانيا ليس التعامل مثلا مع اليابان، ليس التعامل مع كوريا الجنوبيه، وليس التعامل مع الفلبين، وليس التعامل مع اسرائيل. هناك معطيات مختلفه، وما اريد ان اؤكده هو ان هناك هامش صغير لتحرك نتنياهو. ولكن بالنسبه للامريكان، أريد هنا أن أتحدث عن مسألة زمنية الحرب بالنسبة للأمريكان. هم لا يريدون فقط تقطيع الوقت، لا لا لا، هم يريدون إنهاء حالة المقاومة. هم يريدون إنهاء حالة المقاومة. الجميع معناها ما زال يتصور أمريكا بتلك القوة متاع 2003، لا، انتهت أمريكا متاع 2003، انتهت. وما لم يفهمه البعض مما حصل في كابول وفي أفغانستان في 2023 لم يفهم التاريخ. لقد انهارت الإمبراطورية في ما يسمى بالريملاند، يعني منطقة التماس مع قلب العالم. وبالتالي أمريكا اليوم في منطقة انسحاب. ولا ننسى أن العقيدة الأمريكية الاستراتيجية اليوم، والتي أسسها جو بايدن عندما كان فايس، يعني عندما كان نائب الرئيس، وهو ما يسمى بمحور الارتكاز الجنوبي، يعني أن كل القوة الأمريكية يجب أن تحمل إلى منطقة بحر الصين الجنوبي. وليست المعركة اليوم بالنسبة لأمريكا الأهم والأبرز إلى آخره في لا في أوكرانيا ولا حتى في فلسطين. المهم بالنسبة اليوم لأمريكا هو التحول إلى بدء المعركة اليوم قبل غد ضد الصين. اليوم قبل معنى اليوم، مش اليوم، البارحة بالنسبة اليوم، ولكن تأخرت الأمور. ولذلك ما تريد أمريكا اليوم هو الوصول إلى ما يسمى ب لو ليفل كونفليكت، يعني معناها مستوى منخفض من المعركة، لترك المجال لسنوات أمام إسرائيل لتفكيك محور المقاومة وضرب المقاومة إلى آخره. ولكن في نفس الوقت أمريكا تخشى شيئا اليوم في هذه الحرب، ومع كل أسف هذا لا نجد له أثرا في الإعلام العربي ولا حتى في الإعلام العالمي، وهذا طبيعي بالنسبة للإعلام العالمي. هو خوف أمريكا من ضرب كل ما بنته مدة سنوات في هذه العشرية التي سبقت في العراق وفي سوريا. لأنه اليوم عندما تنطلق المعركة وتكون أمريكا هي الشريكة، فلا يمكن أن ننتظر من حركات المقاومة في العراق وفي إيران وغيرها إلا أن تنقض على ما تبقى من الوجود الأمريكي العسكري في هذه المنطقة. وهذا الخوف الأمريكي الأول. ولاحظوا اليوم ما يحصل في سوريا، ستفهمون أنه بالنسبة لأمريكا تعلم جيدا أن المعركة لن تكون لها نفس الجغرافيا التي تدور فيها اليوم، يعني غزة ومعناها جنوب لبنان، بل ستكون واسعة. وأمريكا تخاف من ذلك من تلك العقيدة التي نظر لها تشي غيفارا، وهو تقطيع الحية بجعلها تمتد على كل الجغرافيا. بالنسبة للسيد هاشم، كيف يمكن التفتيت؟ أقولها وبصراحة، نحن لدينا قدرات من التفكير في هذا العالم العربي، وبشكل مقاوم وبشكل يؤمن بالأوطان وبشكل يؤمن بالمشروع الكبير لتوحيد هذه الأمة. ولكن مع كل أسف، وهنا أحيلكم إلى الفيزياء،
يمكن أن تكون هناك العديد من القوى التي معناها تتفاعل بشكل متوازي ولكنها لا تصل إلى الهدف. يكفي أن نخلق بدنا ما نعلي، يسمى بس لو تعلي صوتك شوي دكتور، انت وعم تحكي بس. في الفيزياء، يقال أنه عندما تكون لديك العديد من القوى التي تسير في نفس الاتجاه، يمكن أن لا تصل إلى الهدف، ولكن يكفي أن يتم التشبيك بين هذه القوى حتى تصل إلى هذا الهدف، ما يسمى بالسينرجيا. ونحن اليوم ينقصنا السينرجيا، نحن لا نعلم مثلا من هم كبار المفكرين في المسائل الاستراتيجية والذي لهم نفس وطني ونفس قومي ونفس يؤمن بمستقبل هذه الأمة، مثلا في المغرب، في موريتانيا، في ليبيا الجارة. الجزائر لها من المحللين الاستراتيجيين من أفضل ما فهم على المستوى الفكري العالمي. نفس الشيء من معناها من المستحيل أن أؤمن أن العراق من 2000 واش إلى يومنا هذا لم تتمكن من بناء فكر مقاوم إلى جانب الحشد الشعبي. إذن ما يجب أن نقوم به هو وضع كل هذه القوى في سينرجيا، وهذه السينرجيا لا يمكن أن تكون إلا في إطار تكثيف اللقاءات، خلق ما يسمى بالباراديجمات الجديدة التي ستمكن شبابنا ومفكرين إلى آخره من الالتقاء حول معناها كيف نقولوا، هي ساحة لقاء معناها فيها نقاط محددة، ونؤمن بالاختلاف. صحيح نؤمن بالهدف الأسمى والهدف الاستراتيجي، ولكن نؤمن أيضا بالاختلاف في معناها توجهنا. وعندما أتحدث هنا عن الاختلاف، أعود إلى أول الكلام الذي قيل قبل المحاضرة، عندما تحدث الأستاذ قنديل وقال أنه عندما كسروا التواصل بين الشعب ونخبه، جعلوا الإسلام الذي يمثل أحد أهم مرتكزات هوية هذه الأمة تجارة أصيلة لبعض المجموعات التي انخرطت في مشاريع إمبريالية مثل الإسلام السياسي. في حين أنه عندما ترك الإسلام في معناها في مساره الشعبي إلى آخره، وجدنا كيف مثلا في وقت من الأوقات، وأنا أعود بالذاكرة وهذا مهم، أعود بالذاكرة إلى شيخ اسمه الشيخ راغب حرب في لبنان، عندما كان في الحسينيات يتلقى أموالا قليلة ليشتري الكلاشنيكوف للمقاومين. انظروا هذا الحدث الذي كان في أول الثمانينات، وانظروا إلى المقاومة اليوم، والوقت ليس ببعيد، 40 عام ولا شيء في تاريخ البشرية. لذلك أقول أنه يجب اليوم، بعد أن نجحت المقاومة في بعدها المسلح، في بعدها العقائدي، أن تبني كل هذه القوة، علينا أن نسند اليوم هذه القوة بفكر مقاوم يؤمن بهذه الأمة، يؤمن بهذه الأمة باختلافه. بالنسبة للدكتورة داغر، صحيح مسألة الحريات في تونس إلى آخره، ولكن أحيلك سيدتي، معناها صحيح أنه معناها يمكن أن تكون لك بعض معناها الملاحظات حول الوضع، ولكن تونس اليوم ليس فيها إرهاب، ليس فيها قتل في الشوارع، ليس فيها رصاص يختيل معناها خيرة القادة في تونس. اختلفت الأمور، وهناك شيء في تونس لا يجب أن ننساه، صحيح الحريات وهذه المبادئ الأساسية الأخيرة، لكن هناك مبدأ دخل في معناها في وجدان التونسي، هي مسألة الفساد. الفساد الذي نخر هذه البلاد، الذي جعل من السياسة أحد أدوات مراكمة الثروة. لا تنسى أن كل من خرج علينا في العشرية التي مرت كلهم راكموا الثروات، وراكموا الثروات خاصة من رجال الأعمال الفاسدين ومن بعض السفارات. لذلك أوافقك، يجب الصراع من أجل الحريات. أنا ممن رفعوا شعار الحريات من عام 1983 في الجامعة، وسجنت، ثم معناها تم إرسالي إلى معناها إلى المحتشد في الجنوب، وكنت أؤمن دائما بالحريات. ولكن جاء وقت عندما تم قطف هذه الثمرة، من قطفها هو العميل، لأن الديمقراطية في الدول التابعة هي لعبة أحزاب وأموال مع كل أسف. بالنسبة للدكتور أسيل، ما هو دورنا؟ وخاصة هنا أتوجه للشباب، يا شباب، نحن من الجيل القديم نؤمن بالكتب والمقالات إلى آخره، أنتم دوركم هو على شبكات التواصل الاجتماعي،
اخلقوا محتوى ذا قيمة، حاولوا أن تتحدثوا إلى الجمهور. أتذكر شيئا أني قمت ببعض الفيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعي. أتعلمون من هو الفيديو الذي وصل إلى أبعد المجالات ومعناها معنى مئات الآلاف من المشاهدة؟ هو الفيديو الوحيد الذي قمت بإنجازه باللغة الإنجليزية، وقمت بالتوجه بالشكر للأساتذة الجامعيين في أمريكا لصمودهم ووقوفهم إلى جانب طلبتهم في صراعهم ضد التعدي على الحرية. فكان ذلك معناها كان له معناها أثر كبير. وهذه الفكرة جاءت من ابني الذي قال لي تتحدث ياسر العربية والفرنسية إلى آخره، هذه لغات لا تمس العالم، تحدث بالإنجليزية. فتحدثت فكان له أثر بالرغم أنه ليس فيه معناها محتوى سياسي كبير. أقول لكم شباب، تعلموا اللغات، وتعلموا لا فقط اللغات على المستوى معناها الليتيغير الإنشائي، تعلموا لغات العالم، يعني كيف يتحدث هذا العالم. والعالم لا يتحدث لغات ثقافية فقط. بالنسبة لتداعيات الداخل الإسرائيلي، أقول شيئا أنه إحدى أهم المعطيات التي يجب أن نشتغل عليها في الفترة القادمة هو تفكيك عقل العدو. يجب أن نفهم العدو. في المدة الأخيرة عندما كنت أتحدث في بعض القنوات أو الراديوات، كان العديد ينتقدني عندما أتحدث عن فكر هذا المفكر الصهيوني وفكر هذا المفكر الأمريكي إلى آخره، ويقولون لي لا يكفينا أن نقرأ القرآن الكريم وهذا يكفينا. أقول لهم على فهمني الرسول قال عليه الصلاة والسلام على فهمني اطلبوا العلم ولو في الصين، ما قالش اطلبوا على فهمني قراءة القرآن في الصين على فهمني. وبالتالي يجب أن نفكك العقل الإسرائيلي والعقل الأمريكي والعقل الغربي اليوم لنفهم كيف يمكننا أن نتعامل مع الأجزاء التي يمكن أن نجيرها في السينرجيا، يعني في الالتقاء معهم على بعض الشعارات. أقول لكم شيئا، عندما ذهبت أول مرة في حياتي إلى أمريكا، حضرت على إحدى المسيرات التي نظمها اليمين الأمريكي، اليمين الإنجيلي الأمريكي. أتعرفون من هي الجهة التي كانت تسانده وتمويله وكانت موجودة في المسيرة؟ مجموعات من الوهابية، مجموعات من الوهابية ضد ذلك الإجهاض إلى آخره. يعني اليوم هذه الوهابية المتخلفة التي تأتي من عصور معنى الظلام، فهمت أنه يجب في هذا العالم أن تبني تحالفات إيديولوجية وفكرية وحتى ميدانية. فحري بنا نحن أبناء الجامعات معنى فهمني المتقدمة، وأنا من الناس معنى من خريجي الجامعات الفرنسية، أن نبني هذه التحالفات الجديدة. وهناك عمل قاعد يقوم اليوم مثلا في فرنسا، عندما ترى حزب فرنسا الأبية وما قامت به في هذه معنى فهمني هذه الحملة لمساندة غزة في أحلك الفترات الانتخابية، تفهم أن هناك قدرات لنا من أجل بناء هذه التحالفات، ولكن ذلك لا يكون إلا بالانفتاح وفهم ما هو المشترك بيننا. بالنسبة للدكتور الأستاذ أنس، نعم، يمكن كسر نظرية جابوتنسكي حول الجدار الفولاذي، يمكن بناؤه. كيف؟ أولا، الساعة بإعادة قراءة واقع العرب داخل حدوث 48، لأن جهل كبير بهؤلاء. الأخوة اللبنانيين يعلمون جيدا تلك التعقيدات التي توجد على المستوى العلاقات مع الطائفة الدرزية الكريمة. يعني نعلم جيدا داخل الطائفة الدرزية هناك اختلافات كبرى حول مسألة الانخراط أو عدم الانخراط في الجيش الصهيوني. هناك حالة الجولان التي حالة معناها مستعصية بالنسبة لإسرائيل، ولكن ايضا هناك العرب الذين بقوا في حيفا، في يافا، في معناها في النقب الى اخره. هذه يجب العمل عليها لفهم هذه الاوراق القوه التي هي بايدينا. اعتذر، يبدو انه لم يعد لي معناها رصيد، وبالتالي اختم اقول حان الوقت ان نغير باراديغماتنا وان نبدا في بناء عصر جديد قوامه نظريه التحرر. والتحرر لم يكون إلا بالعلم وبإيجاد التوافق بين المقاومة المسلحة والمقاومة الفكرية.